إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هناك نقطة مهمة وأساسية تربط الإمام المهدي عليه السلام بعيسى صلوات الله وسلامه عليه، ويبدو هذه النقطة وهي حالة التشابه كما بيّن الإمام الباقر، سنة من فيه سنة من عيسى عليه السلام، وهذه السنة يبدو ليس فقط من يعني كما قلنا في أمور متعددة من التقاء الديانة المسيحية مع الديانة الإسلامية، ومن حالة أن الله عز وجل غيبه عن أعين الناس كما غيب عيسى، ولكن هناك نقطة أساسية أن هذا الشبه وهذه السنة من عيسى عليه السلام سوف تستمر، حالة الالتقاء والتشابه ستستمر حتى في ظهور الإمام المهدي، حيث سيظهران معا وسيؤيدان من قبل الله عز وجل معا في إنشاء هذا الأمر الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله في روايات متواترة، أنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله عز وجل رجلا من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. الرواية إخواني، الرواية موجودة وتنقل عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا تفصيلا سوف ندخل في هذا الأمر تفصيلا، ولكن فقط للإشارة، الإمام أمير المؤمنين يقول بعد أن تحرير العراق وجملة من إيران وأيضا سوريا وأيضا الأراضي المدينة والسعودية بشكل عام، زين، مكة والمدينة وما حولها، هناك حركة للإمام المهدي عليه السلام ستكون إلى بيت المقدس في فلسطين. فيذهب الإمام المهدي عليه السلام ويصادف بعد يعني استتباب الأمن هناك، يصادف يوم الجمعة، فيعقد الإمام عليه السلام كما تنقل الروايات من الفريقين، يعقد الإمام هناك صلاة الجمعة، أول صلاة جمعة يقيمها الإمام بعد وصوله وتحريره لبيت المقدس. تقول الرواية في ذلك اليوم، في يوم الجمعة صبحا قبل صلاة الجمعة، يقول والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: نزل عيسى ابن مريم بثوبين مشرفين حمر. زين، ينزل بهذا الشكل أمام الناس أصلا على مرأة ومسمع، ولذلك هذه نقطة أساسية تؤثر على الوضع المسيحي بشكل عام، يعني تسرع من قضية الإمام المهدي وتأثير قضية الإمام المهدي على الوضع المسيحي، وسترون إن شاء الله في حلقات قادمة يوم اللي ندخل في تفاصيل ظهور الإمام سلام الله عليه، ستجد أن مثل هذا الأمر كم له من تأثير، وماذا سيصنع الغرب في قبال هذا الموضوع الأساسي اللي أمام الأعين، ينزل عيسى عليه السلام. يقول فيقول الإمام المهدي بعد نزوله عليه السلام، عيسى عليه السلام يقول لعيسى: يا ابن البتول صلي بالناس، على اعتبار يعني كرامة احتراما أدبا أكبر منه سنا. فيلتفت عيسى عليه السلام لإمامنا المهدي عليه السلام ويقول: الصلاة أو لك أقيمت الصلاة، فبالتالي أنت صاحب هذا الأمر وأنت المقدم. فيتقدم الإمام فيصلي بالناس جماعة في يوم الجمعة، ويصلي عيسى بن مريم عليه السلام خلفه. هذه نقطة أساسية، هذا شبه وسنة مهمة ونقطة في الواقع تؤيد حركة الإمام وتدفع الآخرين إلى سرعة الإيمان والتواصل مع حركته صلوات الله وسلامه عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.